بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أولا نحن الآن في نهاية الليالي العشر التي أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، وهناك يوم هو من أهم أيام السنة حقيقة، يغفر الله فيه من الذنوب ما لا يغفره في غيره. فينبغي أن نستغل هذا اليوم أيها الأحبة، لأن الأعمال الصالحة تصعد إلى الله سبحانه وتعالى فينظر فيها ويغفر لمن يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يصعد عمله إلى الله وهو صائم، لأن الصيام أيها الأحبة من العبادات العظيمة جدا جدا، لدرجة أن الله خصص بابا من أبواب الجنة اسمه الريان، لا يدخله إلا الصائمون. سبحان الله، الصيام يعالج أكثر من 100 مرض أيها الأحبة، منها السرطان، ومنها أمراض البدانة والوزن الزائد، ومنها أمراض الكلية والكبد والتخلص من السموم، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وحتى الاكتئاب، وسلسلة يعني قائمة كبيرة جدا من الأمراض يعالجها الصيام. وآلية الالتهام الذاتي التي اكتشفها ذلك العالم الياباني ونال عليها جائزة نوبل لا تحدث إلا أثناء الصيام، كصيانة للجسم. لذلك نحن نحتاج للصيانة السنوية لهذا الجسم أيها الأحبة، من خلال صيام رمضان وصيام الأيام البيض 13 14 15 من كل شهر، واليوم صيام يوم عرفة. النبي تعهد صلى الله عليه وسلم واحتسب عند الله ودعا أن يغفر الله ببركة هذا اليوم ذنوب سنة سابقة وسنة قادمة، سنتين يعني كل الذنوب. أخي الحبيب انتبه معي، كل الذنوب التي ارتكبتها خلال السنة الماضية، كم كذبت، كم نظرت نظرة محرمة، كم تحدثت بالنميمة، كم انتابتك نوبة غضب، كم شتمت، كم خرجت من فمك كلمة ثقيلة عند الله قد تهوي بك في جهنم والعياذ بالله، كم غفلت عن ذكر الله، كم وقتا من أوقات الصلاة ضيعت. كل هذه الذنوب حتى لو كان فيها الزنا والفاحشة والنظر إلى النساء وأي ذنب تتصوره، سيغفره الله لك خلال هذه السنة، سيغفره بالصيام يوم واحد، هو يوم عرفة، حتى يجعلك هذا النبي متفائلا. قال لك ذنوب السنة القادمة ستغفر أيضا، يعني سبحان الله، مثل الصيانة السنوية لسيارتك، أنت عندما تقوم بالصيانة تعالج الأعطال السابقة وتضمن أن تسير لسنة قادمة بشكل مريح. فهذا اليوم يمنحك التفاؤل، أنني أنا في السنة القادمة إن شاء الله إن صدر عني بعض الذنوب فإن الله سيغفرها ويمحوها ببركة صيام هذا اليوم. أخي الحبيب، أنا أستحضر الآن حديثا لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، يقول فيه: من صام يوما، يوم واحد في سبيل الله، أن يكون صيامك ليس مجرد عادة وليس مجرد تقليد، لا، أن يكون هذا الصوم خالصا لله سبحانه وتعالى. من صام يوما في سبيل الله، بعد الله وجهه بذلك اليوم عن النار 70 خريفا. تصور أننا نحن نصوم في السنة شهر رمضان تقريبا 30 يوم، ثم 6 أيام من شوال 36، ثم 3 أيام من كل شهر هي الأيام البيض، يعني بحدود 33 يوم، بالإضافة ليوم عرفة، المجموع تقريبا 70 يوما. يعني أنت في السنة تصوم إذا التزمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 70 يوما.
السبعين يوما كل يوم يباعدك عن النار 70 سنة. يعني الصيام تطبق هذه الفروض والسنن خلال سنة واحدة يباعدك الله عن جهنم 4900 سنة، هذا سنة واحدة. فكيف إذا صمت 10 سنوات أو أكثر حسب ما قدر الله لك من عمر؟ إذن أخي الحبيب، ثواب عظيم جدا، ولكن للأسف كثير من الناس يغفل عنه سبحان الله. درجات عظيمة أعدها الله لهذا الصائم. ولكن هنا السؤال، نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من سنته أن يوم الجمعة هو يوم عيد، فلم يكن يصوم يوم الجمعة منفردا عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث دعوني أقرأه عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده. إذن لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده. طيب، هذا النظام النبوي لماذا أيها الأحبة؟ لأن النبي لا يريد أن يضيق علينا. يوم الجمعة هو يوم عيد، يوم يعني الإنسان يتطهر، يغتسل، يأكل، يشرب. الإسلام دين مرن أيها الأحبة، دين سعادة، دين أنت مباح لك أن تستمتع بكل المتع التي أباحها الله لك في هذه الدنيا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، تأمل في هذا الكون، تأمل في عظمة الخالق، كل شيء مباح. ولكن هناك المحرمات قليلة جدا، سبحان الله، الإنسان يأتي للمحرمات ليرتكبها ويترك كل أبواب الخير وأبواب الحلال. طيب، يوم الجمعة هذا أخي الحبيب في الوضع الطبيعي هو يوم عيد، يوم عيد للمؤمن، فأرادك النبي أن تفطر فيه. ولكن هناك أحيانا يوم الجمعة يأتي ضمن الأيام البيض، والنبي أمر بصيام الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر. فأحيانا قد يأتي يوم الجمعة بين هذه 3 أيام فصيامه مباح. طيب، قد يأتي يوم الجمعة يوم عاشوراء مثلا، أو يأتي مناسبة أو نذر، أو مثلا قضاء أيام من رمضان أفطرتها بعذر مثلا مرض أو سفر أو كذا، فيجوز أن تصوم يوم الجمعة منفردا. ولكن هو الأفضل أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. في حالة يوم عرفة، لكي لا نضيع الفرصة، العمل الأساسي الذي يجب ألا تنساه أبدا هو الصيام يوم الجمعة على الأقل. إذا استطعت أن تصوم يوما قبله فهذا ممتاز، يومين ممتاز، 3 أيام أو أكثر كله جيد، وكل يوم يباعد وجهك به عن النار 70 خريفا. إذن أخي الحبيب، صيام هذا اليوم مهم جدا. الآن صيام يوم عرفة هو سنة، هو نافلة، لذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني يحب أن نتقرب له بالنوافل، يحبنا أن نتقرب إليه بأشياء خارج ما فرضه علينا. لماذا؟ لأن هذا يظهر مدى حبنا له. يعني الصلاة المفروضة إذا لم يؤدها الإنسان ربما يخاف من العقوبة، ولكن أنت لم يفرض أحد عليك صيام يوم عرفة، يعني من لم يصم هذا اليوم ليس فيه إثم، ولكن أنت ضيعت الكثير من الثواب. فعندما تبادر وتصوم لله تطوعا في سبيل الله حبا في الله، ستأخذ ربما أجر مضاعف، 700 ضعف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. إذن أخي الحبيب، في هذا اليوم المبارك أنا فقط أحب أن أقول لك أن هناك أعمال
ينبغي ألا تنساها. الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب أخي الحبيب، أي إنسان لظرف ما يمتنع، المريض يمتنع عن الطعام والشراب، أحيانا الإنسان يندمج في شغله كثيرا فيمتنع عن الطعام والشراب. القضية ليست قضية امتناع عن الطعام والشراب، الصيام هو شيء روحي، أنت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تقول له يا رب أنا في هذا اليوم سأذكرك وأنا صائم، سأنزه جوفي عن الطعام والشراب، سأبتعد عن متاع الدنيا، سأبتعد عن الملذات، سأبتعد عن الشهوات، سأبتعد عن الكذب والنميمة والغضب. هذا اليوم أنا بنظري نصيحة يعني لكل أخ محب، وأنا أحبكم جميعا، أن يكون يوم توبة إلى الله، لأن الشيطان يخذله الله في هذا اليوم. لو قدر لنا أيها الأحبة أن نرى شكل الشيطان في هذا اليوم يوم عرفة لرأيناه ذليلا كئيبا يعني غاضبا، حاله حالة يعني كائن في أسوأ حالته. أسوأ حالة للشيطان هي هذا اليوم. الشيطان يبقى طوال العام يعمل ويضل الناس، ثم في يوم واحد يغفر الله لهم كل شيء. طيب لماذا نضيع هذا اليوم؟ إذا أخي الحبيب انوي الآن وأنت تستمع إلي أن هذا اليوم يوم عرفة أنا سأبدأ بمشروع حفظ القرآن، ما رأيك؟ أنا سأبدأ بمشروع بر الوالدين، أنا سأبدأ بأعمال يحبها الله، أن ألتزم بالصلاة على وقتها. كثير ربما كثير ممن يسمعني الآن لا يصلي، لا يلتزم بالصلاة، فهذه مناسبة أن تبدأ بالالتزام بالصلاة، لأن الشيطان في حالة ذل وحالة يعني خزي، فأنت الآن مهيأ، والله يتجلى على عباده في هذا اليوم، أنت الآن مهيأ أن يكرمك الله ويرزقك نعمة الالتزام بالصلاة. الشيء الثاني، هناك أعمال بر كثيرة أيها الأحبة ينبغي ألا ننساها، لأن هذا اليوم بالذات الله يحب أعمال الخير فيه كثيرا. وأعمال البر بسيطة جدا، مثلا أنت تمارس النميمة، قل أنا سأتوقف عن النميمة منذ اليوم. مثلا إنسان يغضب لأتفه سبب، يسيء معاملة زوجته، أبنائه، جاره، يسيء معاملة من حوله، ليقول أنا سأنوي ابتغاء وجه الله أن أتسامح وأتواضع، لأنه من تواضع لله رفعه الله، وأن أبدأ بمعاملة هؤلاء الناس معاملة حسنة كما أمرني الله، وقولوا للناس حسنا. أنا سأغفر لهؤلاء الناس الذين أساءوا لي في هذا اليوم. لماذا أخي الحبيب؟ لتأخذ يعني سأصور لك الأمر. هذا اليوم تصعد الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتجلى على عباده، فكلما لجأت إلى الله أكثر وأظهرت حسن النية وأظهرت أنك تحب الله سبحانه وتعالى، فإن ثواب العمل الذي تقوم به أضعاف مئات الأضعاف. فإذا غفرت لإنسان سيئة أو إساءة فإنك تأخذ مئات أضعاف الأجر. إذا قمت بصلة الرحم في هذا اليوم ولو بالتليفون ولو برسالة ستأخذ أجر مضاعف. ربما هناك من طلب منك شيئا تستطيع أن تساعده، حاول أن تساعده في هذا اليوم أو قبل هذا اليوم أو حتى بعده، ولكن انوي بنية صادقة أنك ستمارس أعمال البر في هذا اليوم، ستتوقف عن المعاصي. إذا كنت تدخن مثلا أيضا هذه مناسبة للتوقف عن هذه العادة السيئة التي تفتك بصاحبها. الدخان يحوي 4000 مادة سامة، لماذا أضعها في جوفي؟ إذن مناسبة للتوبة إلى الله تبارك وتعالى. أختم أيها الأحبة وأقول بكلمة واحدة، والله إن الموت قريب، وربما لا نعيش للسنة القادمة لنشهد يوم عرفة جديد، فتب إلى الله اليوم.
واجعل هذا العمل يصعد وأنت صائم لله تبارك وتعالى. وإذا استطعت أن تصوم يوم عرفة وما قبله فهذا أفضل وثواب أعظم بكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا جميعا ممن يدخلون من باب الريان الذي لا يدخل إلا الصائمون، وأن نكون ممن يجزينا الله بيننا وبينه ثواب هذا الصوم، كما قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.